معانا الدكتور محمود اسماعيل، استاذ مساعد جراحه الاوعيه الدمويه، كليه الطب جامعه اسيوط. هتكلم عن هاو تو بريفنت فاسكولار ديزيزز، يعني ايه الحاجات او العوامل اللي تؤدي للاصابه بامراض جراحات الاوعيه الدمويه. اهم الحاجات دي هي بعض الامراض المنتشره زي السكر والضغط والقلب والسمنه وتدخين. الخمس حاجات دول هنقولهم تاني، اللي هم السكر والضغط وامراض القلب والسمنه والتدخين. دي من اهم الاسباب اللي تؤدي للاصابه بامراض الشرايين. الحاجات دي بتعمل حاجه اسمها تصلب الشرايين، او اللي هي بتكون ماده بتترسب في جدار الشريان، فبتقلل او بتسد كميه الدم اللي واصله خلال الشريان للاطراف سواء الايد او الرجل، وبالتالي بينتج عنها بعد كده الاثار الثانيه من الاصابه زي الغرغرينه مثلا او فقد الرجل، تؤدي الى البتر في اخر في نهايه المرحله يعني. الوقايه طبعا من مرض السكر، ان احنا طبعا لازم يعني ما ناكلش حلويات كتير، ونمارس الرياضه، وتنظيم الضغط برضو بيساعد في تظبيط السكر. بالنسبه للضغط طبعا الرياضه، طبعا الرياضه هي اساسيه طبعا في كل شيء عشان الحمايه من السكر والضغط وامراض الشرايين. برضو بالنسبه لامراض القلب، ابتعد عن الدهون، لان الدهون برضو من احد الاسباب اللي تؤدي لانسداد الشرايين عن طريق ترسب في جدار الشريان. اخر حاجه هي موضوع التدخين، وطبعا دي عاده سيئه عند المصريين كلهم من صغر السن، وزي ما التدخين ده على المدى البعيد، يعني اللي بيدخن ده تاثيره هيظهر بعد حوالي 20-30 سنه، ان هو تقريبا بيسد الشرايين، بيعمل تصلب الشرايين، فبيؤدي الانسداد والاصابه بعد كده بامراض الشرايين. شكرا.